اقر مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمه المؤقته عدن برئاسه القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس بقاء الحال على ما هو عليه في محاكم ونيابات امانه العاصمه ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وصعده وحجه والحديده وريما والمحويت وذمار والبيضاء واب وعدم اجراء اي تعيينات او انتدابات او تنقلات قضائيه او اداريه حتى تضع الحرب اوزارها تجسيدا لمبدا استغلال القضاء وابعاده عن الصراعات السياسيه والعسكريه وصونا للقائمين على تلك المحاكم والنيابات من التدخلات والقرارات غير الشرعيه وبشان المحكمه والشعبه الجزائيه المتخصصه بامانه العاصمه اكد المجلس بطلان قرار فيهما وبطلان ما بني عليها واستمع المجلس الى التقريرين المقدمين من رئيس محكمه في محافظه ابيان القاضي قيصر العيدروس والقائم باعمال رئيس نيابه في المحافظه القاضي ابو بكر الشقاع بشان اوضاع محاكم ونيابات المحافظه ومشروع حركه التنقلات لقضاء واعضاء النيابه في المحافظه وبعد الدراسه والمناقشه اقر المجلس اجراء حركه تنقلات لقضاة واعضاء نيابات محافظه ابيان على النحو التالي اولا محكمه الاستئناف ينقل الاخوه التاليه اسماءهم للعمل في محكمه الاستئناف محافظه ابيان القاضي قيصر محمد محسن العيدروس رئيسا القاضي حسن احمد حسن شيباني عضوا القاضي صادق عبد رب حسن عضوا القاضي سالم صالح انبسطي عضوا احتياطيا القاضي وليد قاسم سعيد حاشد عضوا احتياطيا المحاكم الابتدائيه محكمه زنجبار الابتدائيه القاضي ياسر سالم علوي هيثم رئيسا القاضي محمد علي محمد محسن العميسي قاضيا القاضي عبد الله محمد محسن الأحمدي قاضيا محكمه جعار الابتدائيه القاضي ناجي محمد اليهري رئيسا القاضي بسام قاسم علي عبد الكريم قاضيا محكمه زاره الابتدائيه القاضي ناصر حيدر أحمد السعيدي رئيساً محكمة رصد الابتدائية القاضي صالح راجح صالح النسري رئيساً محكمة المحفد الابتدائية القاضي صالح أحمد صالح بافلاحة رئيساً محكمة مودية الابتدائية القاضي خالد راشد عوض القباس رئيساً محكمه احور الابتدائيه القاضي محمد احمد محمد المعجلي رئيسا محكمه الوضيعه الابتدائيه القاضي امين ناصر عبد الله قنان رئيسا محكمه جيشان الابتدائيه القاضي صالح مكسر سالم رئيسا محكمه الاحداث الابتدائيه القاضي فريد عبد الله صالح ثابت رئيسا ثانيا النيابات نيابة استئناف محافظة أبيان القاضي أبو بكر أحمد مهدي الشقاع رئيسا القاضي مرشد يسلم بعرفة مبارك عضوا القاضي خالد عبد الربع علي محمد عضوا نيابة الزنجبار القاضي مدين هادي حمود هادي وكيلا للنيابة القاضي عبد الله أمين إبراهيم عثمان عضوا القاضي فهمي عمر محمد الحمومي عضوا نيابة المخالفات والمرور القاضي فضل محمد حميد فارع وكيلا للنيابة القاضي عبد الله علي سالم العقربي عضوا القاضي سمير السيد محمد حسن عضوا القاضي خالد سعيد عبد الله حسن عضوا نيابة جعار الابتدائية القاضي عبد الله محمد عوض باسندوا عضوا القاضي أمل أحمد ثابت الصبري عضوا نيابة لودر الابتدائية القاضي إبراهيم صالح محمد علي وكيلا للنيابة نيابه الوضيع الابتدائيه القاضي علي يسلم بعرفه مبارك وكيلا للنيابه نيابه الامن والبحث والسجون القاضي عبد الرزاق سلطان محمد المقطري وكيلا للنيابه